لكن من أساس بناء هذا المركز وتصميم مبانيه هو الخط العربي وجمالية الحرف العربي كنوع من الإرث اللي يخصنا ويخص هويتنا العربية والإسلامية. وكان الحقيقة هناك جهود كثيرة جدا انطلقت منذ يعني سنوات حتى وصلت إلى فكرة إقامة هذه الورشة ضمن مشروع الخط العربي، والورشة هي بداية إن شاء الله وانطلاقها إلى مشروع مكتمل في ثلاث مسارات تشمل على لوحات ومجسمات وأيضا ورشة لإنتاج أساسات ولوحات تقليدية للخط العربي.